ستشوفه كان خلكم فيها مدح شوي بس من يكتبون اسمي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حتى ليش حتى أصير بس للشيعة مثلا الزعيم السني فلان الفلاني ليش حتى بس يصير شنو للسني حتى من يحكي بس ينفذ على أصحابه ما يكتبون الزعيم العراقي مثلا هو هذا التفرقة وجود المحتل يفرق بعناوين بأخرى الإعلام ويا الفلوس ويا المال ويا السلاح ويا ويفرق حسب ما يشاء كل ما قربنا بين وجهات نظر افترقنا مرة أخرى وأنا لله ناجح نرجع لمرة للصفر لكن مع ذلك أظل أحاول داخل العراق وخارج العراق.